الحادث يعني اتمنى السلام للجميع. نعم ابو سايبه تاذى هي سايبه وتاذت شلون ان شاء الله ما ادري. يعني طبعا انا اشكر ابو السياره السوداء وصلتني انه هو محامي وتنازل عن حقه بالحادث. الله يبارك بيك والله يعوضك ان شاء الله وفلوسكم هوايه ان شاء الله زين. لكن الحادث ما ادري اضحك ما ادري ابكي عليه. الحمد لله سلامات الحمد لله ندعو ما حد انصاب. شارع القناه من جسر الشعب باتجاه صفي الدين الحلي يعني جسر الطالبيه اللي ما يعرفون حركه السيارات من شارع القناه. احنا اذا لاحظ الحركه يعني نقول اكو زخم بسيط جدا. المشكله اللي ذولا يمشون بين السيارات يسموها الزقزاق. هل هم فنانين بالقياده؟ راح نشوف الفن بالقياده هنا. لا تزعل علي ابو سايبه كلمه الحق لا تزعل منها بس انا اتمنى لك السلامه والله يكون بعونك. يعني انت يمكن فقير حال وبسيارتك هاي وتضررت كلش والتقصير منك. يعني الحمد لله تنازلوا الاخوان عليك ولا تبيع السايبه ما توفي فلوس التعويضات. الله يكون بعونك والله يبارك باللي تنازل عن حقه. طبعا شوف هاي حركه السير. اريد تدققوا لي على هذه السياره السايبه هنا. انا باعب اكو سايبه هاي هنا دا تمشي وين؟ بالمسار الوسط شوي من الايمن وكيه هنا حتى تشوفون الحادث وتتركون الحادث شلون صار. ابو السايبه راد يجتاز الكيه منين؟ راد يغير مساره حتى يجتاز الكيه. من يجي يريد يغير مساره يتفاجئ انه سياره بجانبه هنا ايضا اجره. ارتبك السوى راد يرجع صدم الكيه، صدم الكيه فقد السيطره على السياره. ولاحظوا انتم الباقي خلي نشغل رائد مصطفى. لاحظوا لاحظوا شلون اجى ابو السايبه. شوفوا تفاجأ بالتاكسي هنا باعوا اصطدم اجى هذا المقرود ابو السياره السوداء كم مره ولح وياه هو زين اجى منا هاي شنو اجى منا استقر بريك عنده. شوف بريك عنده وقف. هاي ذكرني مره شفت موكب قبل كم سنه مو هسه طبعا ما واحد بالحمايات هيك يمشي بالشارع يسد السياره. انت ذكرتني بها هسه ابو السايبه ايش عندك مرافق ويا موكب حمايه انت دا سد الشارع صدم السيارات عيد الحادث راد مصطفى. لكن يا ريت على البطيء حتى يشوفوا الاخوان شلون اجى دا يجتاز باع 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 تفاجئ وين كان عنده بالنقطه العمياء الزاويه الميته تفاجئ بهاي السياره. لاحظوا وراها صدم الكيه اجى هنا صدمه مرتين لابو هاي السياره واجى وراها هنا ابو البيك اب همزه لزق بريك وقف اجى منا تفادى الحادث. الاخوان يقولون طق عنده تاير الشغله شو من بينه مال طق تاير عنده ما جاز بالحادث طق تاير عنده وراها رجع وقف هنا واستقر ابو الدراجه رصاف. وشوفوا ابو الدراجه تهيئ امي قال لك لا يجي علي طلع لي قدام وقف هسه يلا وقف اطمئن. طبعا الحمد لله على السلامه. هذه الحوادث يا اخواني ودائما ما اكد على الزاويه الميته النقطه العمياء هنا. اذا نعيد اشوف ابو السايبه من راد يجتاز الكيه السياره التاكسي كانت بجانبه نقطه عمياء. حتى اذا باع بالمرايه شوفوا حتى اذا باع بالمرايه شوفوا ابو التاكسي بصفه باع 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 ما انتبه عليه اضطر الى انه يرجع على ابو الكيه صدمه راد يتفادى الحادث ويا ابو الكيه اجى منه انا صدمه مرتين فقد السيطره بعد انتهت. لاحظوا اضرار السياره اللي صارت منا ومنا ومنا كلها. الله يكون بعونك والله يبارك باللي تنازل عن حقه بالحادث مراعاة لحالة سائق هذه السيارة. والحمد لله والشكر ما صارت بها وفيات. الحمد لله والشكر شارع القناة يعتبر طريق سريع. نعم مواصفاته الأضرار الموجودة مو مال سريع لكن قانونا رسميا دوليا هو طريق سريع ما بأي تقاطع وما بأي استدارة. السرعة محددة ب 80 يعني الحوادث تصير بي دائما كارثية. لكن الحمد لله هذا الحادث إن شاء الله ماكو أي مشكلة به والله يبارك بالجميع. لكن احنا نعرضه حتى نتعظ. اتاكدوا بالمري قبل ما تجتازون بهذا الشكل المخيف. اتاكدوا من السيارات اللي بجانبكم واللي امامكم واللي خلفكم. تحياتي.